كنتم ضمن الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص. هذا اليوم الدراسي اللي كيهتم بالتحسيس والتكوين نتاع القناصة ونتاع جمعية القنص. هذا الاستعداد بطبيعة الحال كان مندرج في إطار يعني تمهيد لانطلاق موسم القنص 2023-2024 اللي غيكون إن شاء الله في فاتح أكتوبر. وبطبيعة الحال هي فرصة باش نوقفوا على جميع الاستعدادات لهذا الموسم. كاين الجانب القانوني وكاين جانب يعني التكوين وكاين جانب يعني تهيئة المجالات للقنص. كذلك هي فرصة باش يعاودوا ندخلوا في واحد الانخراط يعني نتاع تعاون بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص اللي بحقيقة يعني يمكن لهم يلعبوا دور جميع يعني في إنعاش هذا القطاع وخاصة في التثمين المستدام لهذا القطاع. هذا التظاهرة هذه اللي ما دارش هذه سنين لأن كانوا بعض المشاكل وبعض العراقيل إلى آخره، وخصنا لها هذا اليوم هذا خاصة، والهدف منه ماشي لقاء والمحاضرات وهذا، انطلاقة ديال الحفاظ على الثروة الحيوانية والوحيش اللي يفتخر به المغرب واللي عنده موقع عالمي، لأن المغرب هو بلد العبور فيما يخص الطيور المهاجرة مثلا، بحال واحد الرومبوان اللي لابد ما يدوزوا منه. ولهذا عندنا واحد المسؤولية ماشي غير وطنية نحافظوا على التراث ديالنا، هذا أهم، ولكن عندنا مسؤولية كبيرة المحافظة على هاد التحركات ديال بعض الحيوانات، بعض الطيور مثلا إلى آخره، اللي كتربط شمال الكرة الأرضية بجنوب الكرة الأرضية، باش تعرفوا الأهمية ديال هاد الشيء. وهذا العام من بين الأمور الكبيرة اللي خصنا لها هو محاربة القنص العشوائي اللي كيعاقب عليه القانون بطرق صارمة، وحنا غادي ننفذوا هذا العام إن شاء الله، وإلا ما غادي يبقى والو في هذا البلاد. السنة المئوية لتأسيس الجمعية الملكية المغربية للقنص ارتأت الجهة أنها تنظم هذه الورشات اللي فيها خمسة ديال الورشات اللي كتهتم بتحسيس القناص أثناء مزاولة القنص، يعني السلامة بالنسبة للسلامة في استعمال السلاح أثناء مزاولة هذه الرياضة هذه، والمحافظة على الثروة الوحشية ديال المغرب.